عليها. تصريح اللي معانا من صالح جمعة نجم النادي الأهلي السابق بيقول: أتمنى العودة للنادي الأهلي، وإذا تلقيت عرضا من الزمالك سأوافق. طب إزاي تيجي دي؟ هنعرف معاكم. قال صالح جمعة: مسيرتي في النادي الأهلي كانت أحسن 5 سنين، صحيح كان هناك بعض المطبات، بعض المشاكل التي واجهتها، لكن هذا جزء من مشوار لعب كرة القدم. دائما كلام جميل جدا، انه صالح عارف انه طبيعي جدا انه مطبات كرة القدم بتعرض الواحد انه ما يكونش فيه ثبات في المستوى، وانه وارد ان اللاعب يتعرض لبعض المطبات في حياته او اخفاقات اللي تخليه مش في ثبات المستوى دائما في نادي واحد. كمان قال: امنيتي العودة للنادي الاهلي من جديد، ومتابع للنادي الأهلي دائما وجميع مبارياته. كلام جميل جدا. وقال: كان هناك مشاكل ما بيني وما بين فايلر قبل ما جيئه، كنت ألعب بشكل أساسي ومن وقتها لم أكن أشارك تماما، وكنت أتأهل بالجيم لمدة 6 شهور بدون التمرين مع الفريق. يبقى اللاعب وضح انه عدم مشاركته مع النادي الأهلي بانتظام كان بسبب فايلر او عدم قناعته به او مشاكله معاه. لما مشي من النادي الاهلي بيقول: كان ليا فلوس سبتها، قلت للسيد عبد الحفيظ انا مش عايز الفلوس وعايز امشي، وكان لازم ان انا امشي بطريقه محترمه، خاصه ان الجماهير والاداره كانوا اكبر داعم لي ولم ارى منهم غير الخير. نروح معاكم بقى لمفاوضات نادي الزمالك مع صالح واللي علق عليها وقال: كان في كلام مع نادي الزمالك عن طريق اخويا عبد الله جمعه وعن طريق وكلاء بيتحدثوا مع الزمالك، لكن يتبقى لي عامين في فريق سيراميكا كليوباترا. وكمان قال: هوافق على الفور اذا تلقيت عرضا رسميا من الزمالك. هي دي بقى اللي كنت بقول لكم، طب ازاي تيجي بقى دي؟ هو نادي كبير وجماهيره كبيره، والانضمام للزمالك شرف لاي حد. طبعا التصريح بشكل عام محترم، ان هو لاعب بيحترم جماهير الاهلي، بيكن ليهم كل حب وتقدير، فاكر لهم الخير، بيتكلم عنهم بكل خير، وبيتمنى وبيحب ونفسه يرجع النادي الاهلي. لكن بيقول لو نادي الزمالك عرض عليه عرض رسمي هينتقل فورا لنادي الزمالك. عموما بحال طبع كرة القدم كلنا عارفين ومقدرين اللاعب بيكون عنده شعور عامل ازاي لما بيكون متألق ومتوهج وبيكون بيلعب في نادي جماهيري، وطبيعي ان بيكون عايز يرد اعتباره. أيوة هي معناها كده، يرد اعتبار نفسه أمام الجماهير وأمام كل عشاق الساحرة المستديرة، ويكون عايز يقول للناس أنا أقدر إن أنا أكون متألق، وإن أنا أكون على قدر المسؤولية، وإن أنا لاعب عندي إمكانيات، وإن أنا لاعب موهوب. وصالح جمعة لاعب موهوب، صالح جمعة بيمتلك من الإمكانيات اللي تخليك تقول ده لاعب حريف، ده لاعب ذكي، ده لاعب متألق، ده لاعب لما بينزل الملعب بيقلب الملعب. أيوة ده صالح جمعة، وهو من النوعية دي من اللعيبة. ولكن في بعض الحالات بيكون اللاعب بيكن كل حب وتقدير لو رحل عن نادي من أندية القمة، ولكن بيكون عايز ما بينه وبين نفسه يثبت انه لا لسه عنده، ولسه عنده توهج ويقدر ان هو يتألق، وده حق مشروع لاي لاعب سواء اذا كان بيلعب في نادي الاهلي او في نادي الزمالك. عموما بنتمنى له كل التوفيق ايا كان طبعا يعني مشواره القادم هيكون فين. واعتقد يا يحيى ياما اتكلمنا عن صالح وقلنا قد ايه لاعب قماشه مختلفه، قماشه يعني فعلا لا تزعل عليها.